السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من سكرتير التحرير، أهلا بكم. تتعدد الصحف وتختلف السياسات التحريرية، ويظل الخبر هو المحرك والأساس في صحافة الأربعاء. ننتقل من صحيفة لأخرى ومن خبر لآخر، فمن ترشح السيسي وإعلان صباحي وتردد عنان يلخص آخر المستجدات في معركة الانتخابات الرئاسية، وملف هام بجرية الأخبار بعنوان تعددت الأسماء والإنفلونزا قاتلة، إلى تصريح مركز بصيرة من انخفاض نسبة من يشعرون بالأمان إلى 49%، وأخيرا ما صرح به الدكتور نور فرحات من أن قانون الانتخابات الحالي يعطي الحق لمبارك في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويطالب بوضع شروط لمنع ذلك، وغيرها من موضوعات معنا في حلقة اليوم. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، لابد أن نرحب من ضيفي الكريمين، الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية أبو المجد، أهلا بك أستاذة نادية. أهلا بك. والكاتبة الصحفية الأستاذ عز الدين عبده، أهلا بك أستاذ عز. أهلا بك أستاذ. ننطلق بداية مما ورد في رويترز التي تحدثت في تقرير لها عن أن المعتقلون أن المعتقلين العلمانيين المصريين يشتكون من التعذيب على يد الشرطة. النشطاء الذين تم القبض عليهم في الذكرى الثالثة للثورة على المستبد حسني مبارك الشهر الماضي يقولون أنهم يتعرضون للتعذيب، وبعضهم تعرض للتعذيب بالكهرباء على عهدة أقاربهم ومحاميهم الذين رأوا أو رووا ما هذه الانتهاكات. ربما يتماشى مع ما كتب في رويترز ما كتبته جريدة التحرير على الصفحة الرابعة، أن دفاع نشطاء 25 يناير يؤكد إثبات تعذيبهم في محضر النيابة. محامية خالد وناجي على الداخلية التحقيق في تعذيب الشباب وإعلان النتائج على الرأي العام. أستاذة نادية، يعني ممكن أن تضعينا في تقرير رويترز؟ هو تقرير مطول، واحنا عارفين يعني انه ده يعني هذه الاخبار تواترت مؤخرا، فهو تقرير مطول بيتكلم على فكره ان هم يعني بيتعرضوا للتعذيب غالبا في اقسام الشرطه. بيقولوا ان التعذيب زي ما هم قالوا ده بناء على كلام مع زوجاتهم ومحاميهم، لان هم طبعا ما شافوهمش، هم دول شافوهم ساعه التجديد، فبيقولوا ان هو ان هم بيشتكوا من التعذيب، وان هو ده بيتم على يد يعني رجال الشرطه، وان هم كمان بيهددوهم ان هم سيتعذبوا بطريقه اشد لو ان هم قالوا عن التعذيب اللي هم بيتعرضوا له. وفي والتقرير جايب نفي من وزاره الداخليه بتنفي انه في اي نوع من انواع التعذيب. وزير الداخليه نفسه صرح في لقاء مع مبعوث المجلس الاوروبي ان هو بالفعل ما فيش تعذيب، وان فتح السجون لاعضاء حقوق الانسان يروحوا يكشفوا نفسهم يعني. ولكن ده مختلف عن الشهادات بقى اللي هي الناس بتقولها. كمان جايبين اللي هو المتحدث باسم الحكومة بيقول انه مصر ملتزمة بالحماية والحفاظ على حقوق الانسان، ولا في اي ولا يعني يوجد انتهاك لهذه الحقوق لاي سبب كان. وجايبين برضو تصريح لحد متحدث الاعلامي في وزارة الداخلية بيقول انه من يقول انه تعرض للتعذيب من حقه انه هو يملي يعني يكتب شكوى وان هم سيحققوا فيها. وهو الصحفيين اللي كتبوا التقرير بيقولوا هم لم يتسنى لهم ان هم يعني يتكلموا مع مكتب النائب العام، بس بيقول نقلا عن برضو الزوجات والمحامين ان هو مكتب النائب العام قال ان هو ملوش دعوه بهذا الموضوع، يعني ده الموضوع ده مش عنده، ومع ذلك ان هو مدد لهم رغم ان هم بيشتكوا كلهم اخذوا تمديدات من السجن. ربما ان ما كتب في رويترز يتماشى مع ما نشر ايضا في راديو ام بي ار الامريكي، ان الحمله القمعيه تتسع في مصر، ولكن التمرد على هذه الحمله ما زال مشتعلا، وان هناك تضارب في اعداد ارقام القتلى والمعتقلين في مصر. وبعض المحللين يقولون ان المرسلات القمعيه للحكومه المدعومه عسكريا شجعت ردود فعل شديده من قبل الجهاديين، ويتوقعون ان تزداد هذه الهجمات التي لم تشهدها مصر منذ عقود. معلش يعني قبل بس ما اتكلم في ده عايزه اخلص بس جزئيه هنا، هو انه بناء على زوجه احد هؤلاء المعتقلين قالت انه جوزها تم تجريده من ملابسه، بيرموا عليهم ميه ساقعه، والبعض بيتم التحرش بيهم جنسيا. وفي حد بيقول انه يعني في حد اسمه عبده صبري عنده 17 سنه، اخوه بيقول انه هو ملوش علاقه باي حاجه، وان هم بيهددوه بكلاب وما الى ذلك، وانه هتهاجمه، وهو دلوقتي بيقول ان هو مستعد يعترف على نفسه باي حاجه عشان يهرب من هذا التعذيب. طب بالنسبه للانت يعني
يعني قبل ما ننتقل يعني احنا بنتكلم على لسه في رويترز، نتكلم على فكره يعني لماذا تهتم رويترز ويهتم التحرير بتعذيب نشطاء 25 يناير ومنذ 3/7. هناك اتهامات من قبل اهالي معتقلين في اقسام الشرطه وفي السجون بتعرضهم للتعذيب بشكل ممنهج. يعني هو ده، بسم الله الرحمن الرحيم، في المرحله الحاليه طبيعي جدا ان الناس تعرض لهذه الانتهاكات. 25 يناير عفوا، يعني كل من شارك في 25 يناير الان لابد ان ينكل به. الحديث عن 25 يناير كثوره الان يتم تشويهها، يتم يعني الحديث عن ان هذا الفعل كان فعل يعني ليس ثوريا ولا وكان يعني لا يصح ان يحدث، تبريرا لما يمكن ان يحدث من انتهاكات وتعذيب واعتداء على كل من شارك. هو سؤال بس الاهتمام الاعلامي، يعني اهتمام الصحافه والاعلام سواء رويترز او التحرير بانتهاكات بعض الناشطين الذين شاركوا بالفعل في 25 يناير، وفي المقابل منذ شهور وهناك انتهاكات تحدث لم نسمع عنها في رويترز مثلا، لم تنقل بهذا التفصيل وبهذا الموضوع، وايضا في التحرير. شوف، هو هذه المساله يسال عنها المؤسسات الصحفيه، يعني لماذا قصرت في السابق او بتحدث عن رؤيتك كصحفي. يعني انا فاهم، انا هكمل لك، لكن انا بتكلم عن الواقع اللي احنا فيه دلوقتي. انا بقول لك فكره تشويه فريق معين بصوره معينه ليتم الاعتداء عليه فياتي هذا الامر مستساغ بالنسبه للناس، ده بيحدث على مستوى الحكومه. لكن انا انت بتتكلم عن لماذا اليوم الاهتمام، هو لان المساله زادت عن حدها، لان المساله اصبحت يعني مفضوحه، وان اي اصدار صحفي لا يهتم بها فهو بيقع في خطيئه. فهي المسألة مش مسألة، يعني أنا مش عايز أقول مهنية أو غير مهنية، لكن لماذا يعني توقفوا عن ده في السابق أو النهاردة انتبهوا لهذه المسألة؟ ربما لهم حساباتهم، لكن تفسيري أنا في المسألة دي إن الموضوع وصل لمرحلة أصبح يعني من المحرج جدا صحفيا أن يتم السكوت عنه. يتم السكوت عنه. طيب لو عدنا إلى راديو NPR، يعني ربما يتكلم عن حادثة قمعية وتحدث عن رويترز عن حادثة قمعية، لكن الجزء الخاص به أن المؤسسة القمعية بتؤدي رد فعل أن الجهادين يقومون بعمليات، يعني هذه الرؤية يعني. بالضبط، ده منسوب لمحلل هو اسمه إيساندر العمراني، هو مدير مركز الدولي للأزمات في شمال أفريقيا، فهم بيعملوا يعني أبحاث ودراسات عن هذه الدول، فبيقول أنه السياسة القمعية العنيفة كأنها إدت ضوء أخضر لبعض الجهاديين أن هم كمان يبقى رد فعلهم عنيف. حتى هو وهم اتكلم في كذا نقطه انا شايف ان هم مهمين، بيقول انه يعني الهجمات اللي هي تعرضت لها مصر مؤخرا، وهو ذاكر كذا، سواء مديريه الامن، سواء محاولات اللي هي الاغتيال، سواء اسقاط الطائره بالظبط، فهو بيقول انه ده مصر ما شهدتوش بقالها عقود، يعني من وقت ما انتهى ارهاب التسعينات. بيقول وكمان في حاجه ثانيه، انه هذا النوع يعني انصار بيت المقدس اللي هي مرتبطه بالقاعده على الاقل فكريا، انه مصر كانت بالنسبه لهم ما بيقربوش من مصر، يعني القاعده ما كانش ليها نشاط في مصر، فكانه دلوقتي بقى يعني هذه الممارسات بقت بيئه تسمح ان يبقى في عمليات القاعده. وبعدين بيقول انه الدوله بتتهم الاخوان المسلمين بان هم يعني السبب في هذه الهجمات او هذا العنف، لكن بتقول لكن لغايه الان لم يقدموا دليل معلن على يعني سبب هذا الربط، انه ليهم علاقه ولا لا، بجانب طبعا اعلانهم جماعه ارهابيه. وهو كمان في هذا التقرير الراديو متكلمين مع الخبير اللي هو طلعت مسلم، فبيقول انه الاخوان جماعه خطيره جدا، خطيره حتى مجرد وجودهم في الحياه خطر على الامن وعلى البلد وعلى الشعب. فهي المراسله بتساله يعني ايه هو يعني عشان عملوا ايه؟ لا هو كده وخلاص، يعني انا عارف ان هو كده واحنا لازم نقضي عليهم، وهو ما فيش غير الحل الامني. يعني هو لم يسوق اي مبرر، لم يقل حتى أنا قاموا بتفجيرات؟ انا عارف كده، انا عارف كده، وهم خطر، يعني حتى يعني باين من السياق انه مستغربين انه ده المفروض انه خبير يعني يقدم دليل. وطبعا هذا التقرير موضوع موجود على النت، يعني يتاح للجميع انه يدخل على النت ويشوف التقرير ويشوف هذه الاجابات. يعني هذا التقرير منتهي بحد قتل اسمه سيد عبد الله، قتل يوم الذكرى بتاعت الثالثه بتاعت يناير، فبيقول انه هو نازل اصلا ضد الاخوان وضد الحكومه الحاليه، وقتل واتهم بالارهاب. فصديقه بيقول انه يعني الناس بتقتل عشان بتبحث عن العداله وبيتهموا بالارهاب، وانه اللي بيقتل المتظاهرين السلميين هو الارهابي. يعني هذا التقرير منتهي بهذه الفقره. ربما هذا يتماشى مع ما نشر في الجارديان البريطانيه التي تحدثت على ان الصحراء السياسيه في مصر يائسه لجذب الزوار مره اخرى بعد سنوات من الاضطراب.
التقرير لمراسل الجارديان في مصر من الغردقه، واجرى فيه حوار مع وزير السياحه الاستاذ هشام زعزوع، والذي يقول ان عام 2013 هو اسوأ عام للسياحه في تاريخ مصر الحديث. ابرز ما جاء في حوار وزير السياحه. يعني هذا التصريح طبعا انه يعني وزير السياحه بيقول انه ده اسوأ عام في تاريخ مصر الحديث، وبيقول انه بيتحدث عن عدد من المدن اللي هي مشهوره بالسياحه وخصوصا السياحه الشتويه بانها دلوقتي، وده تعبير برضو نقلا عن لسانه، انه مدن الاشباح. بيقول نسبه الاشغال في الاقصر 1%، ابو سمبل واسوان صفر، مفيش سياح تماما. بيقولوا انه ده اسوأ عام، 2013 كان اسوأ عام بالمقارنة ب 2010، يعني بعد 3 سنين السياحة عمرها ما رجعت للي كانته في 2010، بس 2013 وخصوصا من يوليو 2011 يعني هو قال 2010. 2010 كان احسن عام بالنسبه للسياحه من ساعه 2011. بس اوحش عام طبعا هو 2013، ان هو بيقول انه يعني من 14 مليون سائح ل 9 مليون سائح بس، وطبعا نص الدخل اللي هو كانت بتدخله، يعني دخلت في 2013 3.6 بليون دولار مقارنه ب 7.7 بليون قبل كده. يعني بيقولوا انه خطوره في اكتر من 100 فندق يعني اغلق بسبب ذلك، ومعروف ان السياحه مصر بتعتمد 11% من دخل مصر القومي بيعتمد على السياحه، وبتشغل حوالي 12.5 مليون فرد. وكمان في تصريحات ل هو يعني صحفي بيقول له انه تصريحات زي بتاعت مصطفى بكري لا تساعد انه يجي السياح، اللي هي هنقتل الامريكيين في الشوارع وكده. فرد وزير السياحه وقال له انه هذا ده تهديد موجه للحكومات اللي هي الناس بتشوف انها لسه بتدعم مرسي ولكن ليس للسواح، بس ما استنكرش خالص يعني انه صدرت هذه. وبيقولوا دلوقتي انه اشغالات فنادق القاهره في يناير 20% مقارنه ب 80% في الاعوام السابقه. وفي تصريح تاني مهم للهامي الزيات اللي هو رئيس اتحاد الغرف السياحيه، بيقول انه عمر ما ده ما حصل في تاريخ مصر انه السياحه تبقى مضروبه الى هذه الدرجه. بيقول حتى بعد هجوم 1997 اللي هو لما تم اغتيال 58 سائح واربعه مصريين عند معبد ابو سمبل، بيقول انه مصر استعدت عافيتها بعد سنه، انما بيقول من ساعه الثوره والسياحه لم تسترد عافيتها بعد. نعم، لا طبيعي. لو في تعليق سريع استاذ عز لحوار وزير السياحه. لا يعني انا عايز اقول ان ده نتيجه طبيعيه جدا لحاله غليان في الشارع وحاله يعني قمع امني مستمر. لو كانت الثوره يعني بعد نجاحها او نجاحها الشكلي يعني بسقوط مبارك وقدوم رئيس منتخب استقرت الاوضاع واستوعبنا الدرس وقدرنا ان احنا يعني نتكاتف وان احنا ناخد يعني بزمام المبادره ونكمل، لكن مع شديد الاسف كل محاولات الهدم كانت بتنجح، فده طبيعي، دي نتيجه طبيعيه جدا. الناس السائح بالاخص بعد 30/6 لما اتحط على التلفزيونات القنوات الفضائيه للاذاعه وضد الاعلانات. انا كنت فاكره انه هيكتبوا عن ده في انا كنت فاكره هيكتبوا عن ده في التقرير، بس هو ما كتبوش. بس طبعا واحنا عارفين ساعتها يعني ده يعني لو كتبوه بالانجلش يعني اللي هو بالعربي والانجليزي. بعد 30/6 انا كنت في اغسطس اللي فات في مصر ورحت لاكثر من فندق وسالتهم على نسبه الاشغالات في شارع الهرم اللي هو كان بيبقى يعني نسبه الاشغال 100% باستمرار. والله العظيم في فنادق رحت تصورت انها اغلقت تماما ولما دخلت لقيتها شبه مهجوره، وبسال الناس اللي موجوده جوه قالوا كانت نسبه الاشغال لحد قبل 30/6 فوق ال 80%، بعد 30/6 نزلت ل 1% وفي فنادق بالفعل 0%. لو انتقلنا الى الجرائد المصريه وماذا اهتمت به، اهتمت ب يعني ما قيل انه اعلان لسيسي انه سيترشح في نهايه الشهر الحالي. جريده الاهرام على الصفحه الاولى كتبت: السيسي يعلن ترشحه نهايه الشهر الحالي ويؤكد ايمانه بثورتي 25 يناير و30 من يونيو، خطوات مهمه ستتخذ لتحقيق اهداف الثوره ومتطلبات الشعب بمختلف طوائفه. عمرو موسى للاهرام: المشير لم يفوض احدا للتحدث باسمه ويرفض المبالغه في تأييده، تأخر اعلان القرار بسبب ترتيبات يعكف على انهائها قبل مغادره وزاره الدفاع. اليوم السابع جعلت ايضا هذا العنوان هو العنوان الرئيسي لها: السيسي يعلن ترشحه منتصف الاسبوع المقبل والببلاوي يبدا التعديل الوزاري. موسى: بعد لقاء المشير وزير الدفاع حسم امر الترشح ومصادر ترشيح سري الدين لخلافه بهاء الدين والغموض يحيط بمصير الداخليه. جريده الاخبار على الصفحه السابعه تكتب عن صباحي: المرشح الرسمي لتيار الشعبي، مجلس الامناء قرر دعم حمدين وحملته خلال ايام.
جريدة اليوم السابع على الصفحة الخامسة تقول أن صباحي يبدأ جولة مشاورات مع القوى السياسية لبحث تأييده. زعيم التيار الشعبي: من عارض ترشيحي كان لرفعة الوطن. جريدة مصر اليوم على الصفحة السادسة تقول أن عمومية تمرد تطالب بفصل مؤيدي صباحي ويتمسك بسيسي. نبوي: لجنة تسيير الأعمال تبحث تشكيل حزب سياسي باسم الحركة. وفي الصفحة السابعة للمصري اليوم تقول أن حزب النور يتجه لدعم السيسي، وبرهان يقول أن فرصة حمدين ضعيفة. والمصري اليوم أيضا في نفس الصفحة، الصفحة السابعة، تقول أن دعم السيسي بالمحافظات يا ناصر نام وارتاح، مصر جالها عبد الفتاح. قرار الشعب تنصب المشير رئيسا في مسقط رأسه بالمنوفية يوم الأحد. اليوم السابع على الصفحة الخامسة تكتب أن الجماعة الإسلامية تعلن أن موقفها لم يحسم من انتخابات الرئاسة. والتحرير تنقل عن مصادر مقربة من الفريق سامي عنان أن الفريق يدرس عدم خوض معركة الرئاسة. وأخيرا مفتي الجمهورية في شأن آخر يتحدث في الصفحة الثانية من يوم السبت، تنقل عن مفتي الجمهورية أنه يقول أن مقام الأنبياء رفيع وتشبيه القادة بهم تصرف لا يجوز. يرد فيما قام الدكتور سعدي هلال عندما تحدث عن هذا التشبيه، وهو يستنكر مفتي الديار المصرية هذا التشبيه. لو بدأنا من أستاذ عز وتعليقه على يعني هذه الاخبار حول الانتخابات الرئاسيه، ويعني ومقربين من سامي عنان، رغم سامي عنان حالته تكونت بالفعل وبدا اتصالات ببعض المحافظات وبدا يوجد مقرات ليه، يعني ده بالفعل. وكمان في كمان اتسرب كلام ان هو اتصل بالاخوان وقال لهم دعموني وانا اديكم شرعيه، ارجع لكم يعني شرعيه الجماعه، مش انا فاهم مش مرسي يرجع كل طبعا الخبر ده تحديدا انا مش عارف هل هو يعني دقيق بالمعنى اللي احنا قراناه، فيدينا اشاره ان عنان بيتراجع قدام السيسي وان في حاجه خلف الكواليس بتدور احنا ما نعرفهاش، ولا هي شكل من اشكال الحرب البارده اليوميه اللي الدائره على تكسير العظام، حرب تكسير العظام اللي هي بين الفريقين. ناس تقول ان عنان ملوش شعبيه وانه مش هيقدر يتحرك، زي ما كنا بنقرا قبل كده في الصحف ان الحقيقه مش عارف. كان في قدام علامه استفهام من يومين كان في منشط انه الكرسي الكبير وعنان يعني خلاص من ان هم حاطينه من ضمن الناس اللي هم يعني دي كانت اليوم السابع في المشاهد دي. ولكن الحقيقه انا يعني هم السيسي يعلن ترشحه نهايه الشهر الحالي وده في الاهرام، والسيسي يعلن ترشحه منتصف الاسبوع. هذا الكلام كله من تصريحات عمرو موسى بعد لقائه مع المشير. شوفوا التواريخ مختلفه يعني هم قايلين. انا بس انا مستغرب يعني النهارده كل الجرايد طلعت بتتكلم ان في توقيت معين هيطلع فيه سيسي يعلن ترشحه. طب ما هو كده خلاص ترشح، يعني هو احنا مستنيين ايه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، السيسي يعلن ترشحه نهايه الشهر الحالي، بعدين عمرو موسى يقول لك هو مش محتاج حد يتكلم باسمه، انت طلعت تتكلم باسمه ليه؟ ما انت رحت قعدت معاه يعني ما اعرفش هو كمان باي صفه راح قعد معاه، هو كان رئيس لجنه الخمسين اللي عملت الوثيقه اللي قالوا عليها انها دستور، اعتقد ان دوره انتهى في الحياه السياسيه، هو راح يقعد معاه ليه بقى؟ عشان يطلع يقول لنا اصل هو كمان شويه ما هو كده بيتحدث باسم السيسي. لان دوره ما انتهاش، لسه دوره ما انتهاش، هو الراجل موجود وربما تلاقيه. انا بتكلم على لا 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 انا بتكلم على الدور التايتل اللي موجود على الخال في الاهرام ده انا بتكلم عليه. هو رئيس لجنه الخمسين، لجنه الخمسين قامت بمهمتها، بعتت الدستور لرئيس الجمهوريه حسب القاعده المتبعه. الدستوريه انتهت بعد اقرار الدستور. خلاص يبقى اللجنه بتحل تلقائيا، التايتل مش موجود، يبقى هو ده دوره ايه؟ اللي انا عايز اسال فيه النهارده طالعين يقول لك السيسي نفس القصه، الحمله المجانيه اليوميه على السيسي، هو متضايق من المبالغه في تأييده زي ما بتقول الاهرام. طب ما يطلع يقول الكلام ده، وبعدين هو السيسي ليه لحد النهارده مش عايز يقول لنا هو موقفه ايه؟ يعني ليه الحيره اللي كل يوم دايما يحطونا فيها؟ ده انا هتكلم بقى تقييم في فكره المهنيه والعناوين بتاعت كل يوم، ده شكل من اشكال الاعلان اليومي المتكرر زي ما قلت لك، حملات يوميه تطوعيه. والصاحب الفكره كلها اللي فيه المفتاح لسه ما اتكلمش، ودايما في حاله تشويق انا مش فاهم ليه، لا وكانه سر يعني معجزه. ليه بقى جزئيه عايز اعلق عليها على كلام بتاع مفتي الجمهوريه اليوم السابع اللي هو بيستنكر، يعني اللي هو بيستنكر فيه تشبيه السياسيين بالانبياء او الشخصيات العامه بالانبياء. في صفحه 2 اللي هي معروف صحفيا انها اقل قراءه، رقم ده رقم واحد. رقم 2 انه محطوط في زاويه يا الناس تاخد بالها منها يا ما تاخدهاش. لو الناس دي عايزه تعمل صحافه بجد وعايزه تسلط الضوء على قضيه حقيقيه لا يجوز ان احنا نستغرق فيها او نستغرق فيها، وعفوا التجاوز اللي وقعوا فيه بعض رجال الدين او بيسموا رجال الدين، كان المفروض ان الصحيفه تبرز ده بشكل جيد في مكان جيد في مساحه جيده. ده لو كان حصل مثلا ايام الدكتور محمد مرسي ما كان رئيس، اعتقد كانت هتبقى حفله على الراجل وحفله على الحكومه وحفله على النظام الحاكم.
لكن هنا يبدو ان ده علشان اللي تم تشبيهه بالانبياء هو السيسي ومحمد بن ابراهيم، فواضح ان المساله لازم يعني انا مهنيا ده يعني لا يصح. الكلام عن تعديل الوزاري وفي كلام عن الداخليه يعني شوف ما فيش كلام عن الداخليه بالمناسبه، هو عايز بس يديك ايحاء موجود في الاعلان، هو موجود في العنوان بالظبط، هو عايز يديك ايحاء ان ممكن الداخليه تتعرض لحاجه، لكن انا يعني في تقديري ده هيثبت لو حصل تغيير هيبقى بمثابه يعني القاء الزيت على النار في وقت مبكر. استاذه ناديه فيما يخص صباحي في اليوم السابع بيقول زعيم التيار الشعبي بيقول من عارض ترشيحي كان لرفعه الوطن، يعني يعني او انت يعني فهمتها ازاي يعني؟ يعني ان هو مش زعلان من الناس اللي بتعرض ترشيحي، هو بيحاول يقول ان هو يعني فكره انه دي الديمقراطيه، يعني فانه في ناس ممكن تبقى مع فكره ترشيحه وفي ناس ضد ترشيحه، ان هو مش عايز يفتح يعني ده اقرب الناس اليه اللي كانت واقفه معاه حكيم عبد الناصر بالظبط قال له شكرا يعني بس يعني اعتقد وجابت الانقاذ. لا ما انا اعتقد انه ده يعني في اطار عارف الكلام السياسي اللي هو مش عايز يستعدي حد او يبان ان هو بادئ الحمله بتاعته اذا يعني هيستمر فيها ان هو برهامي قال ان فرصه ضعيفه، يعني برهامي قال ان فرصه ضعيفه في الانتخابات. ده لا استحيل نسينا على حزب النور، ده طبيعي ده جزء من المهمه اللي قايم بيها حزب النور تاسس ليه اصلا. ففكره ان هو اعتقد ان هو يعني بيحاول انه يعني كرجل سياسي انه مش يبدا الحمله بتاعته او يبدا تصريحاته بان هو باستعداء ناس او ان هو متضايق ممن يعني خذلوه. اه طبعا يعني مش مفروض انه يعني السياسي انه كده، ويشوف بقى الايام القادمه مين اللي ممكن ينضم. انا لفت نظري انه الجماعه الاسلاميه لم تحسم موقفها بعد، يعني معناها انها مش مثلا ستقاطع، يعني عموما الاسلاميين بيقاطعوا اعتقد الانتخابات، ففكره ان هم لسه هذا هو العنوان ربما المتن يعني ربما المتن تصريح من حد او كده يعني يعني بس يعني الجرائد دعوتنا الا نتوقف عند العناوين يعني نتجاوز ذلك ولا عند المتن احيانا ولا عند المتن. الحديث حول الذكرى الثالثه لتنحي مبارك المصري اليوم في الصفحه الخامسه تقول ان شوارع القاهره بلا اخوان في ذكرى التنحي اسر شهداء ومصابي يناير ينظمون وقفه احتجاجيه امام مجلسهم. جريده الوطن على الصفحه الاولى تتحدث على ان الارهابيه تسقط في مظاهرات التنحي وشبابها فقدنا الأمل، بنات الإخوان يتظاهرن ملثمات في الأسكندرية. جريدة اليوم السابع على الصفحة الرابعة تتحدث على أن فيسبوك وتويتر يشتعلان بالسخرية احتفاء بذكرى التنحي، نشطاء يدعون لوقف أمام مستشفى الأمراض العقلية للمطالبة بعودة الرئيس الأسبق. اليوم السابع على الصفحة الثانية تحدث تنقل ما قاله المستشار الدكتور نور فرحات أن مبارك من حقه الترشح للرئاسة، وقال أن في متن الخبر يعني أن قانون الانتخابات يبيح له ذلك لكن هو يطالب بوضع شروط تمنعه من ذلك. وهذا كان حوار على إحدى الفضائيات. اليوم السابع الصفحة الثالثة تقول أن مبارك يعترف أخيرا يعترف في الذكرى الثالثة لتنحي البلاد كانت تحتاج إلى إصلاح وليس ثورات. زوجته سوزان حرص على زيارته والصحاب حفيديه فريدة وعمر لتخفيف الضغط النفسي عليه. الوفد أجرت حوار مع مدير أمن دمياط الذي قال أن 150 جنيها إيجار الطفل في مظاهرات الإخوان، ضبطنا خلايا تكفيرية وورشة لتصنيع القنابل والمتفجرات. وأخيرا مركز بصيرة بيقول أن انخفاض نسبة من يشعرون بالأمان إلى 49% و النتائج تتناسب مع استطلاع الرأي. لو بدأنا من أستاذة نادية تعليقها على هذه الأخبار. الأول الخبر اللي في الوطن اللي هي الإرهابية تسقط في مظاهرات التنحي، أنا حاسة إنه ده ماشي قوي مع التسريب بتاع امبارح اللي هو اللي هم نشروه بتاع اللي هو الدكتور مرسي، فكرة اللي هو الإصرار والتأكيد إنه يعني المظاهرات لم تعد ليها فائدة، وهم متكلمين مع اتنين وقالوا لنا هم دول يعني قيادات الإخوان أو الكوادر الشبابية، فأعتقد يعني هو دي الفكرة. وإحنا برضو امبارح لما عرضنا لاي بي إنه يعني المسؤولين اللي هم سربوا الشريط بيقولوا إن هم هي دي الفكرة اللي هم عايزين يوصلوها للشارع، بس مش عارفين بالظبط. وفكره انه طبعا فيسبوك وتويتر انه يعني الناس ما فيش اي حاجه، ما فيش اي اجواء احتفاليه بالذكرى اللي هي يعني الثالثه لتنحي مبارك، يعني بعد ما اعتقد انه بقى يعني لحد كبير الجميع تاكد انه يعني
هو لم يتنحى، هو نحي جانبا او وضع جانبا. فكره برضو استمرار انه مبارك بيعلق على يعني او بيعترف فبيقول انه البلد محتاجه اصلاحات مش ثورات، على فكره زي برضو شبه تصريحاته بتاعه امبارح دي كانت انتفاضه والاخوان ركبوها، على اساس انه ايه يعني وكان اللي حدث في يناير كانت حاجه في مصلحته او حاجه يعني هو ليه راي فيها، ودلوقتي بيقيمها بينظر لها وبيقيمها يعني. دي من الحاجات اللي هي الغريبة. تعليق يا استاذ عز. هو يعني سريعا بس علشان يعني حقيقي اللي استفزني خبر جريده الوطن في اكتر من حاجه. اولا فكره الصوره، يعني لو واحد لف شال او حد لابس شال عشان الغاز والكلام ده مش لازم يبقى نازل ملثم عشان خايف ان حد يصطاده. الحاجة الثانية يعني أنا مش فاهم يعني إيه جماعة إرهابية ويعني إيه أنا أروح أعمل تصريح صحفي مع شاب من شباب جماعة إرهابية. طب ما ده تستر على إرهابيين ودي مشاركة في نشر أفكار إرهابية. يبقى المفروض إحنا نطالب إن الصحفيين دول يحاكموا، وإن رئيس تحرير هذه الصحيفة هو كمان يحاكم. ده رقم واحد. رقم اثنين، مبارك بيعترف بأن الذكرى الثالثة لتنحيه أو في الذكرى الثالثة لتنحيه يبقى كانت محتاجة إصلاح وليس ثورات. فين الاعتراف؟ يعني أنا في تقديري لو بيعترف بخطأ يبقى أوكي، لكن هو بيقول إيه؟ بيقول لك ما كانتش كانت محتاجه اصلاح. ما ده طبيعي انها كانت بلد محتاجه اصلاح، بس هو برضه بيعترف ان هو يعني فكره ان الاختلاف بين الاصلاح والثورات، اذا هناك كان في اخطاء، هناك كان في كوارث، هناك كان في خطايا، وهو يتحدث عن انها في اصلاح، فهذا اقرار منه ان كان ان فتره حكمه كان فيها بلاوي. يعني شوف كبريات دول العالم محتاجه اصلاح، لان الاصلاح ده شيء يومي بيحصل في حياتنا، كل يوم بنكتشف ان في خطأ في خلل، ده شيء طبيعي فبنحاول نصلحه. لكن اللي كان بيحصل في عهد محمد في عهد حسني مبارك ده ما كانش كان يستدعي ثورات مش ثورة واحدة. فأنا مش شايف ان هو الحقيقة في جانب من التميز. الحاجة الأخيرة الحوار بتاع مدير أمن دمياط أبو 150 جنيه في إيجار الطفل في مش عارف إيه ده، كانوا يعني أنا أولا يعني الكلام ده ده مدير امن اللي بيقول الكلام ده، ما انا فاهم ان مدير يعني معاه تحت منه في مدير مباحث وفي امن وطني، يعني عنده معلومات ممتاز. المعلومات ان كان الواحد بيؤجر ب 600 جنيه في عهد المجلس العسكري، وكانوا البلطجيه بيؤجروا من قبل رجاله الحزب الوطني في عهد الدكتور محمد مرسي بنفس الرقم، وكانوا بيجيبوا العيال من احضن امهاتهم. واذكر واقعه الطفل اللي علق عليها الدكتور محمد مرسي في حوار مع عمرو الليسي لما قال لقوا في جيبه شهاده ميلاده، ولما راحوا لامه قال امه قالت له ادوها 500 جنيه عشان تبعت. بس ده يا ما تقوله يا استاذ معلومات حضرتك بتقولها كصحفي، انما انا بتكلم عن تصريحات مدير امن مسؤول عن امن محافظه زي دمياط. انا ما صدقش مدير الامن ليه بقى؟ لا مش فكره اصدقك او ما صدقوش، بعيدا عنك او عنه. لا 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 هو في الاخر بيتكلم انا صحفي بحكم منصبه. بحكم منصبه هو حكم منصبه بيطلع له تقارير، انا بحكم وظيفتي بنزل الشارع، يعني انا ببدا من القاعده اللي هو بتروح له من عندها التقارير، فانا بتكلم على واقع احنا عايشينه على الارض. اولا ده كلام مش فكره بقى دفاع عن اخواننا وغير الاخوان، ده رقم واحد. الاهم من ده لو اقول لك الاخوان بيأجروا الاطفال، فين الاطفال اللي احنا شفناهم؟ الاطفال اللي ماتوا، الرضع اللي كانوا في ميدان رابعه اللي كانوا مع اهاليهم، ما كانش واحد فيهم مؤجر ولا مستاجر. الاهم من ده الحوار كمان ما جابليش معلومه حقيقيه، يعني كل ده اتهامات. هو جاي عامل حوار بيسوق فيه مجموعه اتهامات مبهمه، لما تقرا ضبط خلايا تكفيريه وورش تصنيع قنابل ومش عارف ايه، انتوا فين من ده كله؟ يعني الكلام ده كان بيحصل كان فين من زمان؟ كنتوا بتشتغلوا امتى؟ انا شخصيا مش مصدق ان الحوار ده قدم لي انا حاجه كقارئ، وبالتالي انا مش يعني انا ربما بيعمل على فكره الصوره الذهنيه اللي تم رسمها وشيطنه التيار الاسلامي، ويتم التاكيد عليها من حوار لاخر ربما. اعتقد مهم قوي بتاع بصيره انه 49% لا يشعرون بالامان بعد يعني الانقلاب اللي هو المفروض ان هو جزء كبير منه جاي عشان الشعب ما كانش حاسس بالامان. هو يخول الامر الاعمال الارهابيه ايضا، يعني قصدي هو يخول الامر ليس لقصور امني ولكن الاعمال الارهابيه بتاعته ماشي الفارع. بس ما هو يعني ان هم كونهم برضو مش قادرين يسيطروا على ده، ما ده نوع من انواع الفشل. طيب جريدة الأخبار جعلت العنوان الرئيسي لها على الصفحة الأولى انهيار كوبري منصور بعزبة النخل، استشهاد رقيب شرطة وإصابة مجند وعامل وتوقف المترو، شهود عيان حريق في عشة أدى إلى انفجار أنابيب البوتاجاز واشتعال كابل الكهربائي معلق بجسم الكوبري، والحماية المدنية تنتظر تقرير المعمل الجنائي لتحديد سبب الحادث. جريدة الوفد على الصفحة الثالثة ليلة الرعب في عزبة النخل، سقوط أجزاء من كوبري الشيخ منصور بعد احتراق 12 عشة، 20 أسرة في العراء، المقاولون العرب تتولى إصلاح الكوبري والأهالي يطالبون بالشقق. وأخيرا الجمهورية على الصفحة الثالثة على الصفحة الأولى كتبت شبح حريق الشيخ منصور يهدد كباري مصر، النيابة استمعت للمصابين وأمرت بتشكيل لجنة فنية وتحريات المباحث.
استاذ عز فكره العشش واللي موجود تحت الكباري وانفجار انبوب بوتاجاز، يعني فعلا في خطر يهدد. هو شوف، لو احنا الاول سلمنا بان انبوبه البوتاجاز لما تنفجر، توقع انا بتكلم بقى على ما يسوقه المسؤولين من مبررات للي حصل. يعني انا اتمنى ان يبقى في شيء من الشجاعه يقول والله الشركه اللي عملت ده اهملت في شيء معين، نعم. المواصفات الفنيه كان فيها خلل، ما حصلش رقابه. لا هو شايله الناس، لا لازم يشيلها، ده رقم واحد بالظبط. وفكره الصيانه الدوريه اللي المفروض تعمل على الكلام ده. انا عايز اقول لك ان ده لو حتى كوبري حديدي اللي هو بتاع المشاهد، حتى لو انفجر تحته 10 انابيب مش هينهار بالصوره اللي احنا شايفينها في كوبري ضخم وخرساني. يعني الكباري الخرسانيه بالمناسبه بيتحط في انا يعني انا طبعا مش خبير هندسي، ولكن لما كنت بشوف الكباري وهي بتتبني بنشوف الحديد العادي اللي هو 5 لينيا و6 لينيا بتعمل في البيوت، بنشوفه حاجه مثلا 10 اضعافه، وبيتحط في الكوبري في العمود الواحد اللي يعني كميه ضخمه جدا. يعني انت شايف ان المسؤولين بيحملوا الناس المسؤوليه بعيدا عن مسؤوليه من قام بذلك من اهمال المهندسين مثلا او اهمال الشركه المقاولين؟ يسوق دايما التبرير، وبعدين يجب يرمي التبرير على الفئه الضعيفه اللي في العشش، دول مش عايشين بمزاجهم تحت الكوبري، دول يعني من المؤكد ان هم مهمشين ومش لاقيين مكان يعيشوا فيه فلجأوا لهذا المكان. نعم. لو انتقلنا الى موضوع سد النهضه، اليوم السابع على الصفحه الاولى تقول ان فشل مفاوضات سد النهضه مع اثيوبيا، وزير الري اديس ابابا رفضت كل المقترحات المصريه ولدينا سيناريوهات للتعامل معها. جريدة المصري اليوم على الصفحة الرابعة، مصر تبدأ التصعيد ضد التعنت الإثيوبي، مصادر 4 سيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة وهناك خطوات لن يتوقعها أحد. جريدة الوفد على الصفحة الأولى تكتب أن خبراء يقولون أن سفر عبد المطلب لإثيوبيا إهانة وتدويل أزمة سد النهضة هو الحل. والمصري اليوم على الصفحة الرابعة تكتب أن الرئاسة تدرس مشروع ربط النيل بالكونغو. وعلى هامش هذه الموضوعات الصفحة السابعة تنقل اللقاء الذي حدث ما بين المسلمين ومشايخ حلايب وشلاتين، اللي قالوا له فيه لو كنت جاي تتصور وخلاص هنسقف لك ومع السلامة، ومستشار الرئيس قال إن أخطأنا لعدم تنمية المنطقة وسأنقل مشاكلكم للرئيس. أستاذ عز، فكرة السيناريوهات الأربعة المطروحة والتعنت الأثيوبي ورد مصر وبعض الردود التي يعني غير متوقعة، إيه هي الأربع سيناريوهات؟ والله شوف حسب التقرير، يعني انا مش هخبي عليك انا ما اطلعتش على كل تفاصيل التقرير، ولكن لما يبقى عندي 4 سيناريوهات المفروض انها ما تجينيش من مصادر، المفروض تجيني من مسؤول حكومي يقول ان احنا عندنا ترتيب معين للتعامل مع هذه الازمه، ده رقم واحد. رقم اثنين، الحكومه ليست على قلب رجل واحد، رئيس الوزراء يطلع يدافع عن المشروع، وزير الري يطلع يقول لنا كلام مختلف، ونلاقي كلام تاني من الخارجيه مختلف. إذا كان السد الأثيوبي بيهدد أمن مصر المائي ده وده حقيقي بالفعل، ليه ما يكونش فيه تحرك دبلوماسي؟ يعني لما زمان دولة، يعني سفر وزير الري الأثيوبي لما ده تحرك يا أستاذ، أنا بتكلم على الدبلوماسي، ده تحرك سياسي طبيعي، ده من مهام عامة. أنا بتكلم على فكرة العلاقات الدبلوماسية بقى والتمثيل الدبلوماسي، يعني أنا بتكلم على دلوقتي مرة مش عارف تركيا تقول إيه ولا قطر تقول إيه ولا مش عارف مين، يطلع بيان من الخارجية إحنا بنهدد قطع العلاقات وهنضرب السفير. إذا كان ده دولة بتهدد أمنك المائي كشعب بأكمله وكدولة وككيان بأكمله، أنت فين تحركك؟ فين رد فعلك؟ طيب الحديث حول، لان الوقت ضيق استاذ عز، انا كنت عايز اتكلم على فكره تدويل القضيه بس، لان اذكر لما الدكتور محمد مرسي ناقش المساله ديت وكانت على الهواء علشان الشعب يطلع على طريقه التعامل وطريقه التفكير مع المساله دي، الدنيا هاجت عليه وعملوها يعني وكانها ازمه امنيه والامن القومي وبتاع. انت لما هتدول قضيه زي دي وانت لحد النهارده ما حددتش خطوات التعامل معاها، يبقى انت كده بتتحرك في اتجاه فاشل. طيب لو انتقلنا الى موضوع انفلونزا الخنازير، جريده الوطن على الصفحه الثالثه تقول ارتفاع ضحايا انفلونزا الخنازير الى 44 وفاه و1791 مصابا، قنديل المعامل الخاصه مستغله والرباط صلاحيه تنفيله تمفلين. ايوه ممتد حتى 2016. الاخبار على الصفحه العاشره والحادية عشر قامت بعمل ملف عن تعدادات الاسماء والانفلونزا قاتله الصحه، وفاه 44 واصابت 1791 بالانفلونزا الخنازير. الاخبار تبحث عن الحقيقه في عنابر الحميات، والمعاهد الازهريه تعلن الطوارئ واجراءات مشدده بالتعليم، ومسؤولي تطعيمات لا مبرر للخوف او طوابير المواطنين لتلقي اللقاح، ومدير حميات امبابه الخنازير ليست موجوده وموسميه لا تؤدي ل الوفاة. جريدة الوفد على الصفحة الثامنة تقول آخر كلام 22 فبراير استئناف الدراسة، والإنفلونزا لا تستدعي التأجيل، إبلاغ المدارس بالأجزاء المحذوفة من المناهج مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
تحقيق الصفحة التاسعة في جريدة اليوم السابع عن الهروب الكبير لأطباء مصر، الهجرة هي الحل هربا من سخرة التكليف، حديث التخرج يصدرون شهادات المواليد والوفيات ويحللون مياه الشرب فقط، راتب الطبيب في 30 وبعد 7 سنوات دراسة لا يتعدى 1000 جنيه. الروزة اليوسف على الصفحة الأولى تكتب عمال الغزل يرفضون حلول الحكومة ويطالبون بالحد الأدنى للأجور، أبو عيطة القوم الأجور سيحدد آليات تطبيق الحد الأدنى على شركات قطاع الأعمال. المصر اليوم على الصفحة الثالثة تنقل عن رئيس الوزراء الببلاوي يقول لدينا أزمة وقود والأردن فائض الاستيراد يمكن تصديره لمصر. التحرير على الصفحة السادسة تتحدث على أن انقطاع الكهرباء يضرب اقتصاد الغلابة، انقطاع الكهرباء بالقاهرة والجيزة 45 دقيقة وساعتين بالمحافظات، أصحاب الورش والمزارع بالمنوفية انقطاع التيار يكبدنا خسائر فادحة ولا نريد تكرار فترة مرسي. الجمهورية على الصفحة الثالثة تقول إلغاء العلاج على نفقة الدولة تدريجيا. وأخيرا اليوم السابع تكتب أن وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى برفقة متطرفين وحاخامات، رام الله أسرى يمهلون إدارة السجون الإسرائيلية لتنفيذ مطالبهم. يعني فكرة اقتحام مسجد الأقصى تتكرر وسط صمت عربي ودولي كبير، ربما هذا الخبر كان يعني يقيم انتفاضة وتظاهرات في العواصم العربية المختلفة، هذا الخبر يتم ورده في نشرات الأخبار ولا يجد إلا مصمصة الشفاه من المشاهدين. نأخذ تعليق من أستاذ عز على هذه مجموعة الأخبار، يعني فيما في أي خبر تم لفت انتباهك؟ يعني لو بدأت من الخبر الأخير اللي هو اقتحام مجلس الأقصى وتدنيسه من قبل هذا الوزير، احنا يعني للأسف يعني تم إشغالنا بأنفسنا أكثر مما ينبغي وأصبحنا في غيبوبة من هذه القضية المهمة جدا، هي أمن الكل العالم الإسلامي وليس لمصر فقط، علينا أن ننتبه لهذا المخطط. ولكن يعني أبشرك أن كل ما هو ثائر في الشارع، لأن كل من هو ظالم وتثور عليه الشعوب هو يعمل لصالح إسرائيل، فالثورة على هؤلاء هي ثورة على إسرائيل بالتبعية إن شاء الله، بعد أن يقمع كل حكام الظلمة وتعود الشرعية لأصحابها من جديد إن شاء الله سينتهي هذا المشروع الصهيوني عن بكرة أبي. تعليق أخير لسندي؟ فكرة أنه يعني في ظل الموضوع اللي هو الانفلونزا الخنازير وكده، أنه آخر كلام 22 فبراير استئناف الدراسة، يعني الدراسة أصلا كده هتكون متعطلة شهر، فأعتقد هيبقى صعب أنها تؤجل أكتر من ذلك، بس برضو لننتظر ونرى هل يعني سيستخدم ده عشان يمدوا في هذه الأجازة ولا لأ. فكرة الهروب الكبير لأطباء مصر يعني مأساة، بس أعتقد أنه في ناس كتيرة بقت بتهرب من مصر دلوقتي، مش بس الأطباء، يعني في مشاكل في الشغل في مصر وفي مشاكل بالشعور بالأمان، فأعتقد أنها بقت ظاهرة يعني كأنه بتخلي مصر من إلى جانب أن ما زال هناك من يتمسك بالتواجد في مصر في هذه الظروف ويرفض الخروج خارج مصر. في النهاية نشكر ضيفي الكريمين الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية أبو المجد والكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين عبده، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، إلى أن ألقاكم لكم كل التحية وإلى اللقاء.